إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت انطلاقات متواصلة على أرضية ميدان التحدي بتواصل هذه الأشواط لهذه الأمسية المميزة والأشواط العينية والأشواط العامة. مسافة 3 كيلومترات هي المسافة التي تروي لنا قصة ورواية هذا الشوط وهذه المنافسات المستمرة من انطلاقات ذات الحقائق، لننطلق سوية إلى الصدارة، لننطلق مع أول المراكز، لنتابع قيادة هذا الشوط، لنشاهد افتتاحية النداء مع دائرة الأسماء الخمسة المنطلقة والمتواجدة. المركز الأول تواجد رياض محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري مع المركز الأول. المركز الثاني التواجد من متعب مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. المركز الثالث التواجد حفلنا الكريم من قبل ثالث المراكز شاهين لمطر بن محمد سهيل العامري ورابع المراكز. أتابع بهذه اللحظات أشاهد الانطلاق من قبل الأسماء المتواجدة وانطلاقة منفذ لجبر بن محمد بن جمعة بن جمر البئيري. المركز الخامس شعار تميز وانطلق بهذه اللحظات وتقدم سراب فيصل بن عبد الله بن علي الفيدة المري مع المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط والأسماء بالمخربة من بعضها البعض. الشعارات متواجدة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول لأتابع متعب مع المركز الأول. أتعبهم يا متعب، فالأسماء كبيرة تتعب المشاركين بانطلاقتها بتواجدها. متعب مع مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، من يتبارك بتقديم متعب على المركز الأول. ولكن سراب انطلقك السراب، انطلقك انطلاقة السراب مع الصدارة والمقدمة. فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري يفصل الأمور لصالحه مع تقدم هذا الشعار ومع انطلاقة شعار أبناء المملكة العربية السعودية. أبناء عجايب سوى العجب مع عجايب ومع انطلاقة هذا الشعار. المركز الثاني الله يا مياس، وصل مياس بدر بن عويضان بن سعيد بن جعفر العامري على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من قبل مصدع نايف بن مسعود المنصوري يبي يصدع المشاركين، مصدع على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع تقدم من قبل الرسمي بدر بن حمد بن سالم الزرعي يتقدم بأداء رسمي بأداء مميز مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الأيمن بدأ الانطلاق من قبل الأسماء والشعارات المتواجدة، ولكن ينحجب الرغم عنا. نعود إلى سراب، سراب على الصدارة، سراب على المقدمة، سراب يتجه الاتجاه السليم إلى خط الفيصل ومع فيصل بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري على المركز الأول على الصدارة على القيادة على الانطلاق. المركز الثاني يا سلام، انطلق مياس، انطلق مياس وقادم مبهر، مبهر مع المركز الثاني. مياس ومبهر، مبهر ومياس ثنائية جميلة. أو القادم بهذه اللحظات المتواجد والمنطلق منفذ أو إرسال، إرسال 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 ياسر بن سهيل الشرقي العامري يقدم الإرسال، ولكن الصدارة مع مياس. مياس وإرسال، إرسال ومياس يا باي، ثنائية، حوار ثنائي، خط واحد مستقيم، ولكن إرسال يرسل التهاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومع ياسر بن سهيل بالشرق العامري من يظفر بالفوز بالسيارة. التهاني والتبريكات نزفها لمالك إرسال على هذا الفوز المستحق للشرق العامري. المركز الثاني كان الوصول من قبل مياس لبدر بن عويضان بن سعيد بن جعفر العامري. المركز الثالث كان الغدوم من قبل ثالث المراكز نشوان لمبارك بن سعيد بالكيان العامري. المركز الرابع وصل على رابع المراكز مشقل لعلي بن بطيب بن علي بن واسع كتيبي. المركز الخامس
الرسمي لبدر بن حمد بن سالم بن علي الزرعي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نذهب بحضراتكم الى التوقيت الزمني وملخص شوطنا الذي انقضى قبل قليل. انطلاقه الشعارات والاسماء وارسال هو من فاز معنا بتوقيت الزمني وغدا 4:32 و32 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات نزف والياسر بن سهيل بن شرقي العامري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان وصوم غلمياس 4:33 22 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات لبدر بن عويضان بن سعيد بن جعفر العامري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث، ثالث المراكز وصل نشوان توز من 4:34 94 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات مبارك بن سعيد بن كيل العامري على هذا الفوز المستحق.